مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده ومشوار جديد من برنامج لك اليوم. احنا موجودين بجاليري راس العين لحتى نغطي فعاليات فعاليات سوق ديزاين يوم الخميس 4 نيسان إبريل في جاليري راس العين بمشاركة عدد كبير من المصممين المحليين من كافة خلفيات التصميم وعلى مدار 3 أيام. الإيفنت تبع سوق ديزاين صراحة هاي السنة الثانية طبعاً لإله، وشايفة إنه الأصداء تبعته كتير رائعة. الناس عم بتحب الأفكار والمنتجات الموجودة، في عنا تصميم للفاشن للبرودكتس، في للأكسسوريز، ففي تنوع كتير كبير وبيشمل المن أند وومن، فصراحة it's really nice blend يعني كان موجود بهذا المعرض. السوق زين كتير حلو، لأن كمان في إكسبوجر كتير مهم، كمان حلو إنه عم جرب سوق الأردني شوي إنه فوت فيه. دجا أنا فتت سوق بيروت أكتر، أسست هونيك هلأ شوي قد ما فيه، سو هلأ حلو تقدر قلع من هون كمان، سو هيدا شي كتير مهم لإلي. ما بعرف إذا يعني كل الفيدباك جاية إنه it's a unique stuff، حلو ينعرف ببيروت، ينعرف بعمان كمان. المشاركة بتعني لي كتير لأنه بعرفونا وبمهدولنا الطريق لنشوف لأسواق خارجية ونتقابل مع ديزاينرز ونتقابل مع إفلوانسر اللي هني بعطونا الدافع لنبلش نشتغل أكتر وننتج ونطلع منتوجنا لخارج الأردن. هلأ هاي الإيفنتات كتير مهمة لدعم المصمم المحلي. أول إشي من ناحية المشاركة بهيك إيفنت يعني وفرت لنا ديزاين إنه المشاركة فور فري تقريبا وبنسبة كتير بسيطة، هذا الشيء كتير مهم لحد ستارت اب ما بيقدر يشارك بإيفنت يدفع مبلغ كتير كبير. وغير عن هيك الإكسبوجر، تعرف على مصممين ثانيين وهيك. الفعالية جمعت عدد كبير من المصممين المحليين وأقيمت بدعم من شركة زين والاتحاد الأوروبي. وشهدت الفعالية حضور واسع من المهتمين بعالم التصميم في الأردن بكافة قطاعاته. اليوم احنا اجينا على ديزاين سبيس بالهنجر علشان عاملين هذا البوث الكبير للديزاينرز، لوكال ديزاينرز، وصراحه كتير اشي حلو، كتير في ديزاينرز عاملين اشياء حلوه، في اشياء لرمضان، في عبايات، وفي هوم اكسسوارز، وصراحه كتير تعبانين على الشغل، انه جد totally worth it للناس المهتمه باشياء مختلفه و very unique items. فيس اتس ا فيري نايس اكسبيرينس صراحه. وانا اليوم اجيت صراحه من مسافه بعيده عشان نشوف شو الديزاينز الجديده اللي موجوده هون. طبعا فكره الديزاين كثير حلوه انه بيجيبوا لك بيعملوا لك زي بلاتفورمز للناس اللي الديزاينرز اللي يعني بانطلاقتهم او اوريدي معروفين عشان يبينوا ايش في عندنا طاقات، ايش في افكار حلوه جديده منتشره هون، وطبعا الكل بصح له انه يشوفها. سيما وشامخ اهلا وسهلا فيكم انتم القائمين على سوق ديزاين. سيما اذا بدك تحكي لي من وين طلعت فكره سوق ديزاين، احكي لي شوي عن هذا الموضوع وايش بايش نقدر نربطها مع منصه ديزاين، يعني في منصه ديزاين وفي سوق ديزاين والناس ما بتعرف انه في بينهم فرق، احكي لي شوي. منصه ديزاين هي منصه بتدعم المصممين. كيف بندعمهم؟ بنجيبهم على ورشات تدريبيه مكثفه، هاي الورشات بتخصص انه كيف يكبروا مشروعهم. اوكي، يعني في كثير منهم هاويين وفي كتير منهم ماشيين انه كبزنس عادي بدهم يشوفوا يعني ناجحين بعملهم ماشيين اوريدي بالضبط، بس بنحاول لانه كتير منهم ببلشوا فيه ما في دراسه بالموضوع او خلص بلشوا بهوايه وكبر الموضوع وصاروا كبار، فاحنا قلنا لهم في اشياء اسمه اداره الاعمال، كيف تديروها طبعا، كيف تضبطوها وتكبروا اعمالكم وتفتحوا اسواق اكثر برا، مش بس نفكر بس بعمان، يعني نصير احنا كمان دوله البراند يبلش من عنا وينتقل لبرا.
شفنا ايش في نقص، في نقص لانه بكثير مشاكل بهذا التحديات المجال. تحديات كثير كانت موجوده، بس واحد من التحديات اللي شفناها انه ما في وقت معين او فعاليه بتقدر انت تروح تطلق منها الكولكشن تبعك الجديد لسنه تبعتك. فقررنا نعمل هذا سوق ديزاين يطلقوا فيه الكولكشن تبعهم ل 2019. هاي المره الثانيه بنعمله، المره الاولى كان في 36 مصمم وهاي السنه في 40 مصمم، كلهم بكونوا مش بس هلا قرروا يجوا ياخذوا مساحه يعرضوا فيها، كلهم نعمل لهم منتورشيب، يعني دربوا معنا، نقعد معهم احنا بالشهر مره، كل واحد بيقدر يجي يقول لنا ايش عم بيصير معاه، نقعد معهم بكل شيء بمجال اداره الاعمال تبعتهم عشان يكبروا. برافو سيما، لانه الناس من التحديات اللي بنسمعهم دائما من المصممين انه مو عارفين وين البلاتفورم اللي توجهوا عليه تقدروا يحكوا عن شغلهم يعني ويسوقوه الى اخره. شامخ، مين اكبر الداعمين لكم بسوق ديزاين؟ احنا سوق ديزاين هالمره سعيدين بدعم الاتحاد الاوروبي ودعم زين اللي خلونا نقدر يعني نوصل السوق للمرحله اللي هو فيه. تم الدعم لكل المصممين الأربعين، عندنا مصممين ازياء ومصممين منتجات زي الاثاث والهوم اكسسوارز ومصممين ازياء، فتم الدعم لهم. وبرضو في عندنا دعم الاتحاد الاوروبي كان ضمن بوت كامب اخذناه، كان برضه ل 25 مصمم اللي زي ما حكى سيما اعطونا في وقته البزنس اكثر شيء، كيف يديروا اعمالهم وكيف يكبروا من علامتهم التجاريه وما تكون بس محليا، يعني الهدف انه يكون ستاندرد عالميين يطلعوا فيها من هون للعالم كله، يعني نقطه انطلاق. خلينا نحكي نقطه انطلاق بيز على الكالندر العالميه الموجوده، فاحنا هذا الهدف. يعني السنه الماضيه عملنا نفس التوقيت، يعني عملنا نفس التوقيت عشان يقدروا ينتجوا مجموعات بهذا الوقت اللي هو يقدروا يبيعوها فيه عالميا. صح، وجه الصيف زي ما بيقولوا، وجه الصيف نبلش نشوف الشمس شوي تاخر شوي وجه الصيف هاي السنه. سؤال مهم، المصممين اللي بيشتركوا بهذا المعرض بعد ما يخلص المعرض بتضلوا تتابعوا معهم؟ بتضلكم تشوفوا شو عم بيصير معهم؟ بتضلكم على اتصال معهم؟ لانه وانس خلص المعرض يعني بتحسي انه بيكونوا استفادوا بحيث انه يقدروا يكملوا هم لحالهم. احنا الشيء الاساسي اللي بنقولهم اياه انه هذا معرض لاطلاق الكولكشن تبعك بس، تصاميمكم مش اكثر. بعديها احنا اصلا متابعين معهم من قبل ايش رح تعملوا بالبضاعه بعد ثلاث ايام. هاي بعد ثلاث ايام هذول بس رح يكونوا اكثر. في كثير ناس يعني عشان الواحد يشتري شيء مرات بده في قطع بدك مره ومرتين وثلاثه تشوفيها. طبعا اكيد بدك تمسكيها بدك تشوفيها، ممكن ما يعجبك هلا بتقولي بدي اشوفها بعدين، بدي اسال حدا، بدي اجيب حدا عليها. ففي سايكل معينه. برافو، متابعه وسايكل لازم على طول السنه. احنا دائما بنتابع معهم، دائما في كل اسبوع كل بالشهر اقريب، يعني في دائما اجتماع مع كل حدا من المصمم نعطيهم وين وصلتوا باللي تعلمتوه من الورشات التدريبيه. برافو. وصراحه اللي قدروا يطبقوا كل شيء اخذوه يعني بتشوفي فرق، شوفي يعني عن جد على مستوى اشهر بتشوفي البراند كلها طلعت مره واحده، فانه هي تكنيكس موجوده بس عم بنعلمهم اياها. في براند معينه باول سيزن خلينا نسميه عملتوا حسيتوها مثلا عملت نجاح كثير كبير؟ في احنا عندنا الحلو انه بناخذ مش كلهم عندهم خبره، في منهم عندهم 10 سنين خبره وفي منهم بودونا بروتوتايب بننقيهم على بروتوتايب. وبعدين كثير في منهم اطلقوا التصاميم الجديده تبعتهم معنا. السنه الماضيه كان في 2 اطلقوا اول مجموعه لهم، وهاي السنه في كمان كثير مطلقين المجموعات الجديده تبعتهم. فحلو انه كل سنه يعني في بالاردن ملا يا مواهب ما شاء الله، بس بالاخر والله انا عم بستغرب يعني انه في كثير مواهب ما كانت مبينه وعم تنطلق بالفعاليات اللي عم تنعمل، يعني محتاجين البلد. فعاليات بس بنفس الوقت محتاجين الدعم، فاحنا تسليط الضوء عليهم كان مهم، فقدرنا يعني الحمد لله نوفق بالتنين. من الاشياء اللي كثير مهمه كانت انه نعملهم الفعاليه كلياتنا ايد واحده، يلا كلنا نطلق 40 مصمم مع بعض تصاميمنا، انه نقدر نجيب الميديا مع بعض، نقدر نجيب الناس مع بعض، كلنا ايد بايد نتكاتف بنجيبهم وبنعمل فعاليه مع بعض، بنسلط الضوء على كل واحد. وعن جد عن جد شكرا لكم انكم عم تسلطوا الضوء على بشرفنا المواهب بشرفنا. طب سمعنا كمان جزء من الفعاليات اللي رح تكون موجوده في بانل
في متحدثين. احكي لنا شوي هاي السنة مين من المتحدثين؟ شو الجلسات؟ هاي السنة عندنا جايبين خبراء محليين وجايبين خبراء من أوروبا بالتعاون مع مجلة سين. الهدف إنهم يعطوا للمصممين خبراتهم، يفهموا كيف الدنيا برا وإيش المتطلبات اللي تطلع برا، لأنه موضوع بده شغل. فإحنا موجود عشان نعرفهم هذا الإشي. وفي كمان قصص نجاح أردنية موجودة وشرف إنها موجودة معانا، لأنه أوريدي طلعوا لبرا زي نافسي كاسكورتي، تاتيانا أسيفا. في عندنا كمان مؤسسة نهر الأردن والديل تبعتهم وعمان ديزاين ويك، وعندنا كمان سيشن كاملة عن اللي هي دعم المصممين. برافو. يعني عمان ديزاين ويك، تكوين، دبي ديزاين ويك كمان، دبي روان جاي من هناك. فصراحة يعني احنا الهدف لما تكون منصة انها يعني تدعم كل المصممين هذول، حضور قوي وكل يعني كل الصناعات تدعم الاخرى. بس في كمان بانلز كثير مهمه، في عندنا بكل يوم بانل عن ايش؟ عن التصنيع. كثير مركزين هاي السنه كمان انه نشبك المصنعين مع المصممين المهنيين المصانع الموجوده. هو هذا الهدف من اتحاد دعم الاتحاد الاوروبي، انه يصفي فيه هناك كيف احكي لك اتفاقيات بزنس تو بزنس بين المصممين برافو وبين المصانع هاي. برافو. ويعني ويبنوا الجسر المفقود بينهم هاد، انه يصيروا يطلعوا يعملوا برودكشن اكثر وارخص عليهم وعشان يربحوا منه زي ما هم المفروض. تعرف كمان شامل، يعني انتوا عم تيجوا ان بارلل زي ما بيحكوا بالوقت اللي عم بيكون في توجه كتير قوي للفوكيشنال ورك زي ما بيقولوا. اللي هو الحرفي اليدوي، فكمان هذا كتير مهم انه نوجه لانه عندنا سلط عليه الضوء. فبرافو عليكم 100%. احنا عندنا بكل دوره تقريبا بيقدم لنا 300 400 متقدم، يعني متقدم ناخذ احنا بنضطر بس ناخذ 25 عشان نركز عليهم. واو برافو، احسن مشان لما تتوسعوا بتحسوا انه ما بيكون عندكم هذا. بس هذا بدون قد ايه في ناس يعني طبعا تشغيل، يعني في طلب، في طلب على هذا. ويخلص يبطل من هوايه ويصير إشي يقدروا يكسبوا منه. طب بدي اسالكم سؤال عن المصممين اللي بحسوا انه ما في محل يقدروا يبيعوا فيه تصاميمهم. ممكن احنا يمكن بالبلد عندنا يمكن نقص شوي بالاونلاين بلاتفورمز، خلينا نحكي الاشياء اللي على الانترنت تقدر الناس يشتروا، وفي توجه كل العالم عندهم اياه على التسوق اونلاين. في عندكم افكار بهذا الموضوع؟ عندكم ايدياز او مثلا ايش ممكن تجاوبوا هذول الديزاينرز اللي عندهم هاي المشاكل؟ هي من اهم المشاكل عند المصممين، تحدي كبير. تحدي كبير هو الديستريبيوشن شانلز، انه وين بدهم بالاخر يعملوا سواء فيزيكال او اونلاين موجوده. بس كمان الفرصة الموجودة إنه الأونلاين صار أسهل. حتى لو كان عندك موقع، ممكن الناس طريقتها ما بتشتري من موقع، طريقتها بتحب تشتري على الإنستغرام، على التطبيقات السوشيال ميديا. في كذا طريقة، في كذا طريقة. بس مدام إحنا منوجههم إنهم يكونوا مسكرين الدورة كاملة، يعني إذا حدا بده يجي على الإنستغرام أو على عندك موقع، بنساعدهم كمان يعملوا مواقع بتكاليف بسيطه. طبعا مش انه يعني انه لازم تدفعي كثير رقم كبير، في اشياء كثير. وهلا عم بيصير اصلا في كثير مواقع هلا عم تطلع السنه الماضيه، فلسه يعني في مواقع محليه اردنيه. صح. يعني اونلاين شوبينج عم بيعملوها للمصممين، هي موجوده كل شيء، بس احنا بنعرفهم انها موجوده وبنشد عليهم عشان يكون موجودين، عشان يكون موجودين يعني بتشتغل اكثر. وبرضه بفرق يعني عم نشوف الفرق الحلو بالشغل هذا، انك بتشوف الفرق قدامك. يعني ما بنستنى كثير سنين، لانه خلص في اشياء يعملوها معروف انها بتنجحكم. صح، هذا الحلو. وبتشوفي 6 اشهر الكولكشن ايش صار معاه، 1 2 3، يعني تقدر تشوفي بسرعه ايش. حلو نصير نشوف، بلكي عن قريب بنمسك خلينا نحكي سكسس ستوري لموديل من الاشخاص اللي اشتركوا بسوق ديزاين، وبنشوف كيف كانت مراحل التطوير تبعتهم. أكيد. حتى نغطيها حتى بالسوشيال ميديا بكل الاشياء. أكيد. طب اذا وين بتشوفوا سوق ديزاين على المدى الطويل؟ رح يكون يعني متأملين يكون شيء اساسي سنوي للأردن، ويستقطب بايرز من برا إن شاء الله. يصيروا الناس هلأ إحنا عاملين المبدأ بتشوف وبتشتري على طول، بس هو برا بيعملوهم بتشوف بتوصي كولكشن ل كمان 6 أشهر بعد. فعم برجع هيك وهيك رجعت هسا إنه خلص تشوفي وتشتريها. فإحنا يعني حاليا كترند مع العالم، سينا وباينا سينا وباينا. فهذا الهدف،
وبطلوا الناس يقدروا يستنوا 6 شهور يروحوا بدهم جعبلهم أو عصار بصلتهم محروقة الناس بالضبط شافوا إيش حبوا بدهم إياه صح. فهذا هو الهدف إنه يكونوا معمول لهم وينطلق بوقت محدد ويستفيدوا منه إن شاء الله جايز يعني أنتوا بدعتوا ونحب نشكركم كتير ونحب نشكر زين ونحب نشكر الاتحاد الأوروبي لأنه ما قصرتوا عم تعملوا عم تفتحوا منصة كتير كبيرة لكل المصممين اللي موجودين من جميع الكاتيجوريز جميع الأشياء من هوم أكسسوريز لفاشن ديزاين وغيره فثانكيو كتير سيما وثانكيو كتير شامخ وإحنا كتير مبسوطين. معنا من زين السيد طارق بيطار المدير التنفيذي للاتصال والاعلام اهلا وسهلا فيك سيد طارق زين ستي هلا انت منورنا طبعا واحنا يعني بنحب نشكركم على الدعم اللي بتعملوه للديزاينرز وللمصممين وللمواهب الكثيره عندنا بالاردن وهذا الحكي شفناه عن طريق سوق ديزاين بصير تحكي لنا هيك بالبدايه عن منصه ديزاين بالاول ديزاين كمان بتحكوا لها وشو فرق بينها وبين سوق ديزاين او شو اللي ادى من شو اللي خلانا نوصل لسوق ديزاين من المنصه نعم اول شيء شكرا على جيتكم اليوم وهذا شرفنا. البرنامج اللطيف اللي بيعرض مواضيع متعدده بتهم المجتمع صراحه سوق ديزاين انطلق عام 2018 الهدف منه دعم المصممين والمنتجين الاردنيين ونجيبهم مع بعض بمنصه واحده حلو بيوفر هذه المنصة للشباب شغلات كثير أول إشي تسويق منتجاتهم تعليمهم كيف يعملوا منتجاتهم نساعدهم كيف يجيبوا تمويل لهذه المنتجات صحيح. بعد هيك يبيعوا محلياً وإقليمياً وعالمياً الفرق بين المنصة وسوق ديزاين اليوم بعد ما جمعنا كل هدول المصممين بيجوا بيعرضوا منتجاتهم بهذا السوق عندنا اليوم 40 مصمم من مختلف التصاميم مش بس ملابس عم نحكي على منتجات وعم نحكي على ملابس ايضا صحيح بيجوا بيسوقوها هون ال40 ديزاينر وبيقدروا يبيعوها بهذا السوق هل تتوقع انه هدول المصممين ممكن يصيروا رياديين في الاعمال يعني ممكن يصيروا عندهم their own businesses زي ما بيقولوا حتى لو مبلشين هلا جديد عن طريق ديزاين عم تحسهم انه ممكن يوصلهم لهي الشغلات الكبيره صراحة ستي اليوم احنا من الأربعين الموجودين أكتريتهم يعني 90% بيبيعوا أونلاين حلو فبعضهم وصل إقليميا وأغلبيتهم بيبيعوا منتجاتهم في الأردن اليوم بالمحلات المختلفة طبعا أكيد هلا الهدف من وجودهم معانا من زين إنه نحاول قدر المستطاع إنه نخلق شباب ريادي من خلال منصة زينك أيضا اللي هي أكبر منصة لدعم الرياديين في الأردن وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب منها دعم الاقتصاد الوطني فتعرف شركة زين إلها أخذت بعد بدعم المجتمع بمختلف المجالات يعني اليوم دعم الرياضة دعم البيئة دعم الصحة واحدة منها اللي هي دعم الرياديين اللي بنعتبر حالنا اليوم من خلال منصة زينك للإبداع الموجودة بثمان مواقع في المملكة لدعم الشباب وابداعاتهم عم بتحسوا في اقباليه من الناس من المحافظات كلها ومن المناطق كمان النائيه اللي بيكونوا بحاجه لانهم يلاقوا دخل عندهم عن طريق مواهب عندهم اياها عم بتحسوا في اقبال طبعا يعني ستي اليوم منصه زينك موجوده في الجامعه الهاشميه في الزرقاء موجوده في اربد في جامعه اليرموك قريبا راح نشوفها في مؤتة وفي بالبلقاء عدد الشباب اللي بيدخلوا كل يوم هاي المنصات يتراوح من 800 ل 1000 واو نعم وكلهم مستفيدين من هاي المنصة وعم نحاول نجمعهم جميعا بحسب كل واحد اهتماماته في عندك ناس مهتمين بعمل الأفلام في ناس مهتمين بالتصميم في ناس مهتمين بالجيمينج هاي المنصات كلها عم بتطلع ناس من مختلف محافظات المملكة وإن شاء الله راح نشوف قريبا أعمال ناشئة كبيرة بتطلع عندنا اليوم 145 عمل ناشئ من منصة زين
للإبداع، وإن شاء الله راح نشوف بالمحافظات قريبا منهم. إن شاء الله سيد طارق، إحنا مشكرك على هاي المقابلة، يعني إحنا كتير مشكركم على أنكم تدعموا هاي المواهب الكبيرة بالأردن، وحتى كمان من الأشياء اللي كتير نحب دائما نسلط عليها الضوء اللي هي الأعمال الحرفية اليدوية، الفوكيشنال تريننج كتير مهم، وهذا الحكي أنتم عم تعملوه، ويعني الله يوفقكم ويكون معكم دائما وضلكم تعملوا هاي الأشياء. شكرا. وإحنا دائما إن شاء الله نكون معكم على طول تنقدر نغطي هاي. شكرا لعمان تي في على وجودهم اليوم معنا، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.